أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. جدد مصرف الرافدين الحكومي تحذيره لزبائنه من التعامل مع المواقع الوهمية التي تنشر معلومات عن السلف والقروض. وأوضح المصرف أن هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تقوم بالترويج عن منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من خلال نشرها روابط وأرقام هواتف غير صحيحة لقاء مبالغ مالية وتقديم وعود لهم برفع مبلغ السلفة في حسابهم. هذا ويرى مراقبون أن عمليات الاحتيال انتشرت بشكل واسع وملحوظ في الفترة الأخيرة في العراق بعد عام 2003 بسبب تفشي الفساد وضعف الدور الحكومي أمام سطوة الأحزاب والميليشيات. قال الجهاز المركزي للإحصاء أن كمية الأسماك المباعة لعام 2021 في العراق بلغت أكثر من 81 ألف طن، مبينا أن عدد المزارع المحلية بلغ نحو 3800 مزرعة. وأضاف المركزي للإحصاء أن كمية الأسماك النهرية المسوقة لمحافظة البصرة بلغت 2500 طن والأسماك البحرية نحو 14 طن، فيما قدر من قبل الجهاز المركزي للإحصاء عدد المزارع المتوقفة بنحو 1500، أما عدد المزارع قيد الإنجاز فتبلغ 12 مزرعة فقط. قال 7 من مسؤولي النفط العراقيين والمسؤولين التنفيذيين بشركات نفطية تعمل في العراق إن الحكومة ببغداد والمسؤولين في الشركات التي تديرها الدولة يشعرون بالقلق من أن تتسبب سيطرة الشركات الصينية على المزيد من حقول النفط في التعجيل بخروج الشركات الغربية. وسلط تقرير أعدته رويترز الضوء على ما وصف بنزوح شركات النفط الأجنبية عن العمل في العراق مع تراجع عوامل الجذب للاستثمار في العراق ورغبة الشركات بالحصول على عقود مشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة. قال مدير شركة الغاز الإيرانية مجيد تشانكيني إنه يتعين على العراق سداد دينه المقدر بمليار وستمائة مليون دولار في مدة أقصاها شهر واحد فقط. وأوضح أنه وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد ينبغي على الأخيرة أن تدفع مليارا وستمائة مليون دولار لقاء استيرادها الغاز من بلادها. ولفت إلى أنه نظرا لظروف العراق وحاجته الماسة إلى استيراد مزيد من الغاز الإيراني فقد تم الاتفاق على الاستمرار وزيادة حجم صادرات الغاز الإيراني إليه على أن تسدد بغداد الدين المستحق لإيران في غضون شهر واحد. هذا وسجل التضخم السنوي في بريطانيا في نيسان أعلى مستوى قياسي له منذ نيسان 1982 ليصل إلى 9% مقابل 7% في الشهر السابق وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 2.5% في نيسان بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في آذار، مشيرا إلى أن المعيشة الباهظة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأسر البريطانية. وتوقع محللون اقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 9.1% على أساس شهري، حيث كان من المتوقع ارتفاع أسعار المواد المستهلكة بنسبة 2.6%. متابعة ممتعة مع أسعار العملات.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.